شبكة تلفزيون النهار سواء صاحب الشبكة أو مديرها أو العاملين فيها أو القائمين عليها على هذه اللفتة الطيبة الجميلة اللي صدقوني لها تأثير كبير جدا علينا كلنا. بحب برضو أشكر كل الشركات اللي شغالة معايا في المشروع، شركات كلها مصرية وطنية 100%، معداتها وعمالها وطنيين مصريين بنسبة 100%، مفيش حد أجنبي عندنا، كلهم بيشتغلوا والله صدقوني لوجه الله، والله ما في حد فيهم بيبغي أي مصلحة. مش عايز أقول لكم إن السعر اللي بياخدوه أو السعر اللي واخدينه في أعمال الحفر قليل جدا قصاد المجهود اللي بيعملوه. صدقوني النادي تستاهل كتير، ولو في ايدي ان انا ازود لهم مرتبهم ولهم مقابل الحر بتاعهم زده. ولكن في ناس فيهم، وده مش كلام اعلام ولا حاجه، صدقوني ناس فيهم كتير جدا يعني بتقول ان انا هشتغل بس، والله دي حقيقه. وفي ناس بتقول ان انا في النهايه انا هحسب اللي انا اتكلفته فعلا والباقي انا هتبرع بيه سواء للشروع او لتحيا مصر او لاي حاجه. ناس وطنيين محترمين انا بشكرهم كلهم، كل الشركات اللي بتشتغل معايا في اعمال الحفر او اعمال التدبيش او اعمال الطرق او حتى الاعمال اللي جايه، انا بشكرهم وبطلب ان تحييهم على المجهود الكبير اللي هم بيعملوه والتفاني في العمل. بشكر كل الضباط اللي بتشتغل معايا في القطاعات والضباط المشرفين على تنفيذ المشروع، ان احنا مشروعنا اوقيته اللي مصرين ما يبقى فيه مشكله عن مقاول يخلصها له في نفس اليوم في نفس اللحظه. بشكرهم فعلا من كل قلبي والله. بشكر كل العاملين في هيئه قناه السويس اللي تعاونوا معانا واللي ما تعاونوش، وعلى راسهم طبعا سياده الفريق مهاب. في تعاون كامل وموقوت ومستمر وبناء بيننا وبينهم. صحيح هي اداره المشروع واحده، وكنت انا خدت على الهواء التكليف من السيد الرئيس ان انا المسؤول عن المشروع، ولكن بصراحه انا بحس ان هيئه قناه السويس معايا مش مقصره ابدا، بتساعدني حتى الاعمال اللي هم مكلفين بيها وتخصصيه بالكامل بتاعتهم بيشتغلوا فيها يمكن بنفس الهمه والروح اللي احنا بنشتغل فيه اعمالنا، بل ويمكن يزيد كمان. المشروع هم مصممين مجرى القناة، هم مصممين قطاعات التصميمية بتاعت القناة، هم مصممين الأعماق الميول، مهندسين مصريين في هيئة قناة السويس هم اللي مصممين الكلام ده كله، مفيش أجنبي ولا حاجة ولا مكتب هندسي عالمي، لا هم مع المهندسين المتخصصين في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. والحتة دي لازم تبقى واضحة، في فرق بين مشروع تنمية محور قناة السويس اللي فيه مكتب هندسي عالمي بيصمم الماستر بلان بتاعه وهيدخل بعد كده في التصميمات التنفيذيه بتاعت مشاريعه، وقناه السويس الجديد. قناه السويس الجديده عمل مصري وطني خالص 100%. التصميم هيئه قناه السويس، مهندسين هيئه قناه السويس ومهندسين الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، تنفيذ شركات مصريه مدنيه 100%، بيعاونها كاتبتين طرق. يعني لو قلنا كاتبتين طرق مع 72 شركة النهاردة والباقي كلهم مدنيين، الناس سايبة بيتها سايبة أولادها جاية في المشروع، صدقوني 24 ساعة العامل بيرتاح ما بين الوردية والوردية ساعتين وبيشتغل ورديتين، العامل زميله بيركب الوردية الثالثة يدوب بس ساعتين تصين فيهم المعدة والعربية لاب. مش هيفوت ان كل الشعب المصري اللي حضراتكم جزء منه واحنا جزء منه. القوات المسلحه تمتاز، المصريه تمتاز عن اي قوات مسلحه في العالم ان هي غير طائفيه. القوات المسلحه المصريه قوات الشعب من الشعب. انا اخويا مدني وعمي مدني وابني مدني ومراتي مدنيه، كل بيت في مصر فيه واحد عسكري. القوات المسلحة مش بتاعت مرسى مطروح وأسوان، لا، مش بتاعت المسلم والمسيحي، لا،
مش بتاعه اللي مربي دقنه واللي مش مربي دقنه، لا. القوات المسلحه مصريه وطنيه من نبت الشعب المصري، لا هي مرتزقه ولا مؤجره ولا بتاعه فئه من الفئات او محافظه من المحافظات او دين من الاديان، وده ما يميز القوات المسلحه عن اي قوات مسلحه اخرى. فانا بشكر احنا منه سواء اللي جالنا هنا بيأزرنا بكده او بيجيب لنا مساعده ماديه. هتقولوا انتوا بتاخدوا عادات ماديه، لكن هي مش مساعده، هي مساهمه. في ناس بالمساعده، لا لا، هي مساهمه. يعني لو جه اي حد وجاب معده واهداها لمشروع قناه السويس، اهلا وسهلا، راح فيه. لو جاب كرفان اخوات العمال والسواقين يباتوا فيه بالليل، اهلا بيه. لو جاب دور ميه تخش فيها بدل ما تروح جبل، اهلا بيه. خزان ميه، جيركن ميه، بطانيه حتى، بنشكره ونقول له متشكرين، انت حاسس بينا. والمساهمه الماديه العينيه الف، احنا بنرحب بيه، ما بنخش من حاجه. ما حدش فينا بياخد حاجه يوديها على الملا وبمنتهى الشفافيه. اللي بيجيب حاجه او وزاره من الوزارات حاجه، بنقول لهم متشكرين، وبيطلع في التلفزيون ان وزاره القوى العامله او وزاره التضامن او تلفزيون النهار جاب لنا عربيه او معده او كرفان او اي حاجه بيساهم بيها، فاحنا بنشكره وبنتقبل الهديه من اول الحاجه العينيه دي لحد الكلمه. صدقوني الكلمه بتبقى معانا. جايز هيبقى ان شاء الله في لقاءات اخرى نتكلم عن التفاصيل وحاجات كلام تخصصي بقى عن المشروع في اوقات اخرى، يعني تكون انتم مستعدين لي. انا مستعد في اي وقت اتكلم مع اي حد وبدون تجهيز وبدون انذار سابق، وما عندناش حد بيقول خد السؤال ده ورد عليه ولا لا 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 لا، احنا جاهزين على اي حاجه، لان احنا ما عندناش ما نخفيه. بنقول الحقيقه والحقيقه فقط، واللي بيحصل في المشروع ما بنخبيش حاجه على حد، لان انا من مصلحتي كل الناس تبقى حاسه بيا وعارفه ايه اللي موضوع، سواء حاجه صح او حاجه خطا بتحصل. يعني لو واحد قال لي ده انت مات عامل عندك النار، اقول له ايوه. وانت عايز لما يبقى عندي 18000 عامل ويموت منه واحد منهم كل اسبوع ولا كل اسبوعين، سواء عربيه تخبطه او يموت قضاء وقدر، هو ده مشكله؟ هو ده عيب؟ هو انا اخاف منه؟ انا بحرص انا وعمالي. وصدقوني وهتشوفوا لو جيتوا بالليل هتلاقونا منورين ماكينات كهرباء ببراج بكشافات عشان الموقع يبقى كله منور، مفيش عربيه تخبط واحد. ولكن حماس الناس في بعض الاحيان، يعني واحد واقف تحت الحفر المعده بتحفر من جنبه، الراد مهيئل عليه، هو من حماسه واقف جنب المعده عمال بيوجهها. لو ده واحد بقى كسول او مش عايز يشتغل، كان قاعد بعيد في مكتب ولا في حته بعيده تحت الشمسيه ولا ده واقف قدام المعده، هو لازم يحرص ولازم يامن نفسه، ولكن حماسه الشديد خلاها يقف تحت الحفر مباشره. الحفر نهار عليه، حظه ان في حجر. والله صدقوني ده حصل والناس موجوده. فين شركه طلعت كاستور؟ فين المهندس سامح؟ كل الناس تقول كده، حجر وقع على راسه، قضاء قدر توفى. طب دي حادثه بقى ونقعد نشهر وده بيموت ناس والمشروع 18000 واحد بيموت. طب مش اسف، موجودين في المشروع بيشتغلوا. لو واحد مات في الاسبوع او كل اسبوعين او كل ثلاثه، ده وضع طبيعي. او حادثه على الطريق بتموت 30 زي ما انتم بتشوفوا، حادثه عاديه، ما كانش في مشروع قناه السويس جديد. فهل بنسيبه؟ ما بنسيبوش. في شركه مش هن هو مش هو مش عيب نقول اسمها، شركه المهندس للتامين مأمنه على العاملين في المشروع ب 50 مليون جنيه، شركه وطنيه محترمه. اللي بيموت في المشروع احنا بنعتبره وبنحتسبه عند الله سيد، لان هو جاي فعلا بيأدي واجبه وعرقان وشغال، لما يموت فهو شهيد. احنا كعاملين في المشروع بقى سواء مدنيين او عسكريين، احنا اللي ربنا بقدرنا عليه بنعمله الاسطر. شركه المهندس التامين بتطلع مبلغ غرام، الشركه بتاعته ما بتسيبوش. عشان اسطر نقطه هي، يعني في ناس كلهم بتطلعوا لك مات ناس في خالص. الرئيس بيطل بيا وكلمني يوم اول شاب توفى، قال لي انت ما بتطلعش ليه تقول النهارده سقوط اول شهيد في قناه السويس؟ انت خايف من ايه؟ اطلع اتكلم وقول ده شهيد وادوا له حقه. طبعا مش هيبقى على الملا اقول لكم امر بمبلغ قد ايه يروح لاسرته، وراح لاسرته والناس كلها اللي موجوده عارفه. ناس برضه بس بتكلم على بعض الحاجات كده، اللي كان زي ما بقول انتوا النهارده بترفعوا معنوياتنا وبتبسطونا، في ناس ثانيه للاسف بتكتب كلام وبتطلع كلام
جايز يبقى ضد اللي انتوا بتعملوه، عشان كده بنقول لكم تعالوا كل شويه علشان تزيلوا اثار الحاجات الاخرى الوحشه. يعني واحد يقول ده قناه السويس ده مشروع وهمي، ده ما تمش حاجه. طب خلاص انتوا حضراتكم والناس اللي بتيجي كل يوم تتفضل تمشي على 35 كيلو من اول البلاح لحد الدفلسوار، تشوف حجم المعدات ال 4000 معده اللي شغالين، ال 72 شركه اللي شغالين، 72 شركه. السيد رئيس مجلس الوزراء مهندس جه هنا وقال ده انت يا كامل علشان تدير 72 شركه في مشروع واحد دي في حد ذاتها بطوله. ولكن الحمد لله الناس فاهمين اكتر مني وعارفين مهمتهم، عشان كده الحمد لله المشروع ماشي في طريقه، وان شاء الله لا في مشاكل ولا حد بيتخانق ولا يقولوا ده نزلوا قبل بعد العيد ما جوش، اصل الجيش كان معادهم قبل العيد غصب عنهم وحس واول طفش الروح. والله العظيم كان قبل العيد كان عندنا 68 شركه حوالي 300 عامل، احنا بعد العيد عندنا 72 شركه، عندنا 4000 معده، عندنا 18000 عامل، بنطلع في اليوم 1.5 مليون متر مكعب حفر بنسبه 150% من اللي كنا بنعمله قبل العيد والمخطط. كل ده بمجهود ناس مصريين محترمين وطنيين بيشتغلوا 24 ساعه. احنا دورنا فقط بنقود ونسيطر ونشرف ونخطط وبنتابع وبنوجه الناس المحترمين دول. الجيش ولا حاجه عشان بس نقول لك ده الجيش؟ لا مش الجيش، وحتى لو الجيش ما هو الجيش منكم. المشروع باختصار انشاء قناه جديده موازيه للقناه القديمه بطول 35 كيلو وبعمق 24 متر من سطح الميه، فوق سطح الميه اللي انتم شايفينه بتحفر وراكم ده من 18 الى 30 متر في المناطق زي اللي وراكم دي، 18 متر في المنطقه اللي قدامكم دي اللي هي ساتر التراب بتاع خط بارليف، بنعمل فيه قنوات اتصال او البدايه والنهايه، بيصل الردم فيه الى 35 متر. يبقى انا بقطع فوق ردم حفر على الناشف يعني 35 متر و18 متر، ثم هنحفر بعد كده 24 متر على سطح الميه ان شاء الله. في اربع قنوات اتصال كلها قطعة من القناه القديمه للقناه الجديده قطعة خط بارليف. عشان كده انا في وقت من الاوقات قلت كنا يوم العيد كنت واقف انا فعلا ومعايا مهندس من اخواننا المسيحيين، قلت بنصر احنا بنعمل قناه اتصال في خط بارليف بنوصل القناه القديمه بالقناه الجديده، لان احنا ما نقدرش ندخل كراكه ولا نكرك الا في الميه، عشان ندخل كراكه في القناه الجديده الكراكه بتمشي بتنزل في قناه السويس القديمه في الميه، وبعدين بتحفر من الشاطئ وتعدي داخل خط بارليف وتوصل على بعد كيلو او كيلو ونص او 600 متر طبقا لبعد القناه الجديده عن القناه القديمه، عشان توصل القناه الجديده تبدا تحفر فيها تحت الميه. المكان اللي كانوا بيحفروا فيه ده يوم العيد الشركه اللي صاحبها من اخواننا المسيحيين الاستاذ طلعت كسطور، احنا ما بنخبيش حاجه وده مش اعلان عن شركه، هي شركه محترمه وتستاهل ان احنا نعلن عنها. انا قلت يومها بالظبط ان في 10 رمضان في 6 اكتوبر القوات المسلحه ومعاها الشعب المصري كله مسلمينه ومسيحيينه حطموا خط بارليف وعبروا خط بارليف علشان يحرروا سينا اللي احنا فيها دلوقتي، يحرروا سينا اللي احنا فيها دلوقتي. وبعد 41 سنه في 2014 انا المسلم واخويا طقس اخويا صفوت المسيحي واقفين على خط بارليف نفس المكان، ثلاثة بالله العظيم اللي السوشيال فيه خالي في نفس المكان فتحنا فجر قد خلاص مستنيين طلعت النهار، ما تضيعوش دم الشهيد ما تضيعوش طول انتظار، رب طه والمسيح احموا مصر يا مصريين، وقفوا صحبة وش الريح ردوا الظلم على الظالمين. المهندس طلعت كسطور نحييه لو سمحت والنبي، باشمهندس طلعت اخويا المسيحي وانا المسلم اخوه، كنا بنفتح قناه الاتصال في خط بارليف عشان ننمي بقى سينا. خلاص
اعمامنا واخواننا قرروها في 73، احنا بنفتح دلوقتي قناة اتصال علشان ننميها ان شاء الله بعد 41 سنة. فغير القناة الرئيسية وقنوات الاتصال، في تكريك هيتم وتوسيع لمجرى ملاح في باقي القناة، سواء في منطقة البحيرات المرة او في منطقة كبريت او في منطقة الدفرسوار، في قناة او فرعة الغربية لقناة السويس في منطقة جزيرة البلاح هتتوسع 50 متر بعمق 24 برضو في المية و30 متر فوق سطح البحر. في طرق يمكن حضرتك كنتوا جايين معدية من ستة لقيتوا الطريق الاوسط ده، اسمه الطريق الاوسط اللي واصل معدية من ستة، لما لحد الجفجافة والمليز، مصنع عريش للاسمنت ومصنع حسن راتب للاسمنت. الطريق ده كان حارتين عندنا في علم الطرق، هندسة الطرق بنقول تو واي تو لين، يعني حارتين اتجاهين كل اتجاه حارة. احنا الوقت بنعمله بناء على اوامر السيد الرئيس برضو لما جالنا يزورنا يوم الجمعة بعد افتتاح المشروع بثلاث ايام في الفجر، امر ان انا ازود عروض الطرق واطورها اخليها تبقى ست حارات بدل حارتين. كل الطرق الطولية والعرضية اللي في المشروع ومن ضمنها الطريق اللي بنسميه الطريق العرضي رقم واحد اللي رابط ما بين بورسعيد في ميناء شرق التفريعة او شرق بورسعيد حتى راس سدر فطور فراس محمد، بنوصلها بدل حارتين الى ست حارات. يعني انا مش عايز اتكلم عن المشروع كتير، ده مش وقته، انا طولت عليكم، ولكن احنا بنقول لحد النهارده بنطمنكم احنا عملنا لحد النهارده 67.5 مليون متر مكعب اعمال حفر بنسبه 37.5% من اجمالي المشروع. ده يوازي تقريبا 50-60% من القناه الرئيسيه اللي احنا ان شاء الله مصرين انا ورجالتي دول اللي انتوا سامعينهم وشايفينهم دول، ان احنا يوم 6/11 يعني بعد 30 بعد 90 يوم 3 شهور فقط من اعطاء الامر بالبدء في الحفر اللي احنا كنا مخططين لهم 180 يوم يعني 6 شهور، نكون جاهزين ب 90-95% منها على الاقل، ومدخلين الكركات وما احناش مقصرين عليها وسابقين الخطه الزمنيه بنسبه 200% ان شاء الله. هنبدا ان شاء الله على طول نعمل على الاول. في ناس سالتني ايه الرمل اللي ورانا ده، ايه الرمل الساتر اللي ده، وانتوا بتعملوا خط بارليف تاني ولا ايه؟ لا يا فندم، هو ممكن يكون ارتفاعه زي ارتفاع خط بارليف ويمكن اكبر، ولكن احنا لما جينا نحفر ناتج الحفر ده هنوديه فين؟ هي دي بقى الهندسه، هي ده الشغل. ده المصري لما يبدا يفكر يستغل موارده ويستغل كل حاجه، كل تراب ازاي يستغلها. احنا عايزين نعمل احباط ارصيب عن التكريك والكركات، لما تشيل بقى ناتج التكريك اللي هو رمل بميه هتوديه فين؟ فلازم نعمل ما يسمى ترصيب سات ترابي في اتجاه غرب شرق القناه الجديده، يعني سات ترابي في اتجاه الشرق على اقصى حدود ملكيه قناه السويس، وساتر جنوبي وساتر شمالي حوض يعني عشان ننزل فيه ناتج التكريك الرمل بالميه. الرمل يترسب عشان حضراتكم عارفين ان الرمل اتقل من الميه فهيبدا يترسب، والميه ترجع تاني بعد ما تروق ترجع تاني في مواسير لقناه السويس. فكان لازم نعمل ما يسمى بالجسور احوار الترصيب اللي هي العاليه اللي حضراتكم شايفينها دي. طب حاجه تانية، في مناطق منخفضه شرق المنطقه خالص هنا شرق حوار الترصيب، يعني بناخد الرمل الساب اللي هو ترابه كتير ما ينفعش في اعمال انشاء حتى النخاع، فانا مش هقول بقى الاسماء معلش، فانا بشكركم واسيب الفرصه لبقيه الساده الحاضرين علشان الحاجات. انا اللي اشكركم واحنا جاهزين في فعل خاصه بقناه مع شوفه، اللي عايز اي حاجه هندسيه وهندسيه رد على اي حاجه يا فندم عشان بيكم انتوا نضحك الاشاعات والكلام اللي عمال وده وهميه وقناه ما فيها قناه. لا قناتكم بخير واحنا صرنا ان شاء الله خلال اللي حددهم انا بقول كلكم انا مسؤول عن الكلام اللي بقوله، ان شاء الله 12 شهر هنكون بنفتتح القناه وبنمشي في السفن باذن واحد احد في 5/8/2015. وشكرا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا لحضرتك يا فندم. وحضرتك قلت كلمه لفتت انتباهي انا عن نفسي، بتطور عليا فينا الشمس حر واحد بيشتغل في رناد ويس لمده سنه. معلش في اغسطس ان شاء الله الافتتاح. شكرا لحضرتك طبعا، شكرا لكل المره، ونرحب مره ثانيه بكل ضيوفنا. ودلوقتي الاستاذ علاء الكحكي ماشي شبكه تلفزيون النهارده.